إحياء الدور المصري داخل القارة الإفريقية يراعي عناصر القوة والثروات التي تسمح بالتعاون والتكامل بين دول القارة السمراء، وهو ما جعل مصر تضع القوة البشرية التي تتمتع بها إفريقيا وخاصة قطاع الشباب في مقدمة أولوياتها. قيام وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والإفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وإفريقيا. قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ ما يلي: إطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سي لمليون إفريقي. رغم التحديات الكبيرة، نجحت القيادة السياسية في إعادة مصر لمكانتها وريادتها للقارة الإفريقية، حيث عمد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توليه المسؤولية في عام 2014 إلى زيارة العديد من دول القارة وفتح قنوات اتصال ومجالات للتعاون والتكامل على مختلف الأصعدة. وخلال ترأسها للاتحاد الإفريقي هذا العام، تعمل مصر جاهدة على عدة أهداف مختلفة المدى، حيث تأتي تصفية النزاعات والحروب داخل القارة على رأس الأهداف قصيرة المدى، بينما تمثل أجندة 2063 إطارا استراتيجيا للتحول الاجتماعي والاقتصادي بالقارة، وصولا إلى إفريقيا متكاملة ومزدهرة تنعم بالسلام ويقودها ويديرها مواطنوها كقوة فاعلة على الساحة الدولية. من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، تقوم مصر بتقديم يد العون للأشقاء الأفارقة من خلال توفير التدريب والتأهيل في مختلف مجالات التنمية والبنى التحتية لمواطني الدول الإفريقية، بالإضافة للتعاون متعدد الأطراف مع الدول المانحة والمنظمات الأممية.